خط الاتصال مباشرة بموفدة قناة ميدي ان تي في إلى أكادير. رجاء فضلي، صباح الخير. رجاء، كيف هي الأجواء الانتخابية هناك؟ صباح الخير جوهرة. إذن جوهر، هذه الانتخابات المحلية والجهوية تعتبر محطة مهمة لإعادة رسم الخريطة السياسية، هي محطة مهمة أيضا للتأكيد على الدور المناط بالجهات والرهان، والتحدي الآن هو أن تكون هذه الجهات رافعة للتنمية والديمقراطية واللا مركزية. إذن بالنسبة للمواطن الذي يعتبر أساس هذه العملية السياسية، فمن خلال جولتنا مثلا في مجموعة من المناطق في جهة سوس ماس، لاحظنا أن هناك وعيا كبيرا لدى المواطنين بكون على الأقل الذين التقينا بهم بكون من يبيع صوته فهو يبيع نفسه، وبالتالي فلا يمكن أن ينتظر تغييرا أو تطورا في المنطقة التي ينتمي إليها ما دام مساهما في تكريس الفساد الانتخابي. ثم هناك وعي كبير بكون من يستحق التصويت هو الشخص لديه من المؤهلات العلمية ومن النزاهة ما يكفل له بأن يكون يعني أن يقوم بالتسيير وبالتدبير. ثم بالنسبة يعني للساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت سنتحدث عنها، ويحضر إلى جانبي ضيفا السيد محمد شلاح، رئيس مصلحة الانتخابات بقسم الشؤون الداخلية لجماعة أو لعمالة أكادير الدوتنان. سيدي أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن سيدي، كيف تسير العملية الانتخابية إلى حدود الآن، وكيف كان التحضير يعني اللوجستيكي لهذه العملية؟ أولا فيما يتعلق بالتحضير، فلقد اتخذت جميع الإجراءات التدبيرية من طرف السلطات الإدارية والأمنية لإنجاح هذا العرس التاريخي، وأقول عرس تاريخي لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم إجراء انتخابين، أولا انتخابات جماعية وانتخابات جهوية، ولأول مرة في تاريخ المغرب يتم التصويت على أعضاء انتخاب الجهوية بالاقتراع المباشر. كذلك فيما يتعلق بمكاتب التصويت، ف جميع التدابير اتخذت سواء على مستوى مصالح المركزية وعلى مستوى العمالة لتجهيز جميع المكاتب بما تتطلبه. كذلك بأن العمالة تتوفر على 612 مكتب تصويت، فقط هذه المكاتب افتتحت كلها على الساعة 8 صباحا بدون نقص. كذلك أن إقبال على هذه المكاتب، وحسب المعلومات المتوفرة حاليا فهناك إقبال ملحوظ على، وسيتم هذا الإقبال أكثر عند وصول وقت الديرو، خاصة على الساعة الخامسة إلى السابعة. نعم سيدي، شكرا جزيلا لك. أعود إليك جوهرة، وسنعود إليكم في مواعيد إخبارية لاحقة. شكرا لك رجاء فضلي من أكادير، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.